ברחוב הראשי של נויקלנד, כשאתה פונה לאנשים בערבית ומזדהה כצוות מפלסטין, אתה שומע קולות ברורים. انت تفضل تعيش حسب القانون الاوروبي او قانون الشريعه يعني عندنا هلا هي بالبدايه قانون الشريعه اكيد لما احنا مسلمين انت هنا بمخيم ها مخيم ها مخيم اذا ما سموه شارع العرب شو بيكون يعني مخيم عملوه شو طلع ليك ليك ما في واحد المال ما تلاقي شفتك واحد اشرع اليوم شفتي فعلا يعني مش طبيعي ما شاء الله يعني كلهم مسلمين أو مثلا في بلد إسلامي بس ما شاء الله أنت كفلسطيني وكمسلم طبعا تفضل تعيش حسب الشريعة أو حسب القوانين الألمانية؟ حسب الشريعة طبعا شو بدي بالقوانين هاي كلها؟ شو الأفضل عمليات أو دعوة مثلا؟ الدعوة دعوة أكيد تفضلوا تعيشوا حسب قانون الشريعة أو القانون الألماني؟ حجي هاي البلاد نحن بدنا نقتدي بالصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لهم نلتزم حدنا وإسلامنا جماعة مالهم فينا ونحن مالنا فيهم حياتنا الطبيعية إن شاء الله تكون هاي هداية لهم إحنا فرصة لهم إن شاء الله أن يجينا للبلد ونقربهم لديننا أكثر إن شاء الله يرتاحون ترتاح أنفسهم إن شاء الله طيب شكرا مع السلامة بارك الله فيكم شكرا المساعدة أمين أخي خالد كان لو مدبر على إنتجراتيا وإشتلبوت بخبرة الجرمانية إلا على خبرة مسلمية نفردة شحية خايم إسلاميين على بيها شريعة במסגדים למעשה כבר פועלת מערכת משפטית שרעי שמזמינה את המוסלמים להישפט בתוכה ולהתנתק ממערכת המשפט הגרמנית. אל תתפקרו אלו יקון הון מחל לאסלאם, כול אלמון מסחים. אמת על וחד וחד. אני בערפו, נשתמע לחוואלי. תתחבלו. כול וחד לחוואלי. וחד בסדר. חבר השדה. يعني برأيك مش راح يكون قدر أي رد عنيف من قبل الألمان هسه اذا انت كذا عايز انت بدك تجيهم دغري هيك انت مواجهه اما شوي شوي مستمر هاي قصتك يا ابو لك يا بس اللي قلتك يا صف لك يا راح يصير راح يصير ان شاء الله بس راح يصير في مواجهات راح يصير في كذا بس شوي شوي يكون صراخ خفيف الناس تقبلت اجباري يا تغير بكون في مواجهه يا تغير شو الحلم لكل المسلمين اليوم؟ شو مش احتكار على الكلمة؟ هو هيك دعوة المسلم. اسلام مجتمع اسلامي. مسلم هون اجباري حكم شرعي. بس اذا صار من قدام 20 سنة النظرة الميدانية، هذا الحكم اللي حكيت لك توني، الحكم الشرعي يكون نظم حكم الدولة الاسلامية الالمانية. انه اروح على الدولة نفسها في مكتب شرعي. غلط؟ رسمي. رسمي، غلط؟ لا. ضمن الدولة ضمن الاسلام. هون صح. في مجتمع اسلامي. عندك اليوم الجيل الثالث تطلع الشوارع بالآلاف وبيحكي أردوان هو رئيس هو رئيس لا هو ألماني ويحكي أردوان الرئيسي هو ألماني أبوه ألماني وسيده ألماني جيل ثالث في ألمانيا تربى هان أهله تربوا الولد هان وبيحكي أردوان هو رئيس هذه قوة كبيرة جدا اللي انبنت عن طريق الدعوة وتستغل سياسيا جرمانيا عمدت بفني ملخمة حدشة بشكتة שמאמת לשנות אותה ואת אירופה לא באלימות אלא בדעוה יוסף מסכם את תפקידו בפתגם שמסביר כיצד יוכרע הקרב هاي كنت بحشرة اللي بدو كان يجيوه. انت بدي تحمي شجرة المخطط، شوف الأعينة.